الركوع والسجود. عندما تصلي فأنت تقوم بعملية الركوع 17 مرة على الأقل، وعملية السجود 34 مرة على الأقل. ولا يوجد أي شخص على هذا الكوكب من غير المسلمين يقوم بمثل هذه الحركات المنتظمة كل يوم. أثبتت دراسة تخصصية لحركات صلاة المسلمين القيام، الركوع والسجود على 177 شخصا أن الحفاظ على أداء الصلاة يقلل من الإصابة بآلام أسفل الظهر والانزلاقات الغضروفية. كما أثبتت أن الكثير من المراكز الطبية والرياضية المتخصصة في العلاج الطبيعي في الدول الغربية اتخذت من حركات الصلاة كالوقوف والركوع والسجود حركات أساسية للعلاج والرياضة. وأضافت الدراسة أن تكرار هذه الحركات لعدة مرات يوميا يصل بالأصحاء إلى ما يسمى طبيا اللياقة العالية، ويساعد مرضى السمنة والسكر والضغط على الشفاء وتنظيم العمليات البيولوجية للجسم، ويفيد الكثير من عضلات الجسد كعضلات الوجه والعين والفم واللسان والعضلات الداخلية للمعدة والأمعاء والرئتان حيث تزداد حركتهما. أفادت الدراسة أن آلام أسفل الظهر من المشاكل الشائعة في البالغين، وغالبا ما تظهر بسبب فقدان الليونة من الرباط الطولي الخلفي في الظهر، وأن عملية تني الظهر إلى الأمام مع بقاء الركب مستقيمة يساعد على زيادة ليونة الرباط الطولي الخلفي في الظهر والتقليل من احتمالية الإصابة بالآلام أسفل الظهر. كما أن الصلاة تؤمن لمفاصل الجسم كافة صغيرها وكبيرها حركة انسيابية سهلة دون إجهاد، وتؤمن معها إدامة أدائها السليم مع بناء قدرتها على تحمل الضغط العضلي اليومي. وفي السجود إدامة لأوعية الدموية المغذية لنسيج الدماغ، مما يمكنه من إنجاز وظائفه بشكل متكامل عندما يبلغ الإنسان سن الشيخوخة.